والله العلي العظيم هو ديما أنا نستنشق شوية معناتها عبير متاع الإنشاد الديني من القيروان، وعنده فضل عليا كبير، خاطر أنا أول ما تغرمت بالسيد عبد المجيد بن سعد رحمه الله، ثم البراق، ثم معناتها أنا صغير تغرمت بالنغمة القيروانية، فقعد ديما حنيني للقيروان، حتى كي مشيت للحج كمرافق معناتها اخترت أهل القيروان باش نكون أنا المصاحب ليهم، لأنهم الحقيقة يقربوا لي في الإحساس وفي الروحانيات وفي الإنشاد وفي النغمات. القيروان عنده فضل كبير على التوانسة الكل في النغمات والكل الإنشادية. الحمد لله الحمد لله فرحان. نسفريو من القيروان، نتنفسه من القيروان. نتنفس أنا من القيروان، نحبها ياسر، فيها صحابي جليل. أنا قبل ما نبدأ العرض متاعي لابد أن نزور سيدي صاحبي، معناتها ناخذ لي زوند، معناتها حاجة حر، ناخذ الحاجات البوزيتيف الحقيقة. نحس بها بلد قديم عندها تاريخ كبير ياسر، تاريخ عريق، وخاصة في الإنشاد، فهمت؟ والله ريت عرض ممتاز، ريت انسجام كل ما انت يدل كونه مع تخدموا الارواحهم برضو برايف باهية، سهرة رمضانية ممتازة، اصوات ممتازة، فهمت؟ خارقة العادة، مع انت الجماهير تفاعلوا مع الاناشيد اللي قاعد يقول فيها الصوفية. فما حاجة مهمة، فما عدد من العازفين القيروانيين اللي موجودين معاه، هو اللي نعرفه سي سفيان العماري، فهمتني، عازف الكمان، فهمتني، انسجام معاهم يعطيه الصحة بارك الله فيه. هذه شنو نجم نقوله، معناتها عرض ممتاز بالنسبة لي أنا، عرض ممتاز مقارنة معناتها بالعروض اللي تمت سابقا، معناتها عرض ممتاز يستحق المشاهدة. بالطبع سي احمد جلمام يعني راى من رؤيته الخاصه ومن حيث حب يطور في العمل نتاعو انه يدمج الالات الموسيقيه كما الكمانجا وكما الاورج وكما الكولا والناي، فاتصل بيا وقال لي نحبك تشارك معايا في عرض هيام في القيروان، وما ترددتش، خدمنا مع بعضنا وخذيت فكره على الانتاجات نتاعو وسمعناهم، وحبينا نعملوا نوع من التعاون لاثراء المشهد الصوفي في العمل مع سيد احمد في جلمام. هذا العمل خذيت مساحه زاد انت بالكمانجا وحدك. صحيح والله، هو يعني حشمني، وإنسان متواضع جدا وإنسان طيب، ففسح لي المجال لكي نعمل شوية ارتجالات شوية تقاسيم حلوة، وبارك الله فيه وإن شاء الله أكون معناها عند حسن الظن. هو عرض شيق، عرض ممتاز، وسي أحمد جلمام غني على التعريف الحقيقة. تلقيت أنا وياه في السعودية، وكنت حتى الأناشيد نتاعو كنت لموا معناها الأناشيد نتاعو ذيك هي، ويعمل جو ويفرض الأغاني نتاعو والذكر نتاعو على الرسول اللي نتاز بيه، يفرض وفرض اللي يسحرك بيه، يخليك تعيش في كما قلنا احنا في عالم الروحانيات، وبعيد بعيد معناها. وهي ليله تمتاز على القروين، خاطر تعرفوا القروين معناها بلاد نجم نقولوا سامبوليك، حياتها ورونقها والشارم نتاعها وحده. دونك الليله امتاز العرض وامتازة القيروان، وقف انت في حضره جلمام والقيروان. Thank you.
الفنان يطلع ببروغرام بركة، لكن من 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 الجمهور ياخذ، معناتها ياخذ المعلومات من الجمهور، من عينين الجمهور شنو اللي يحبه، شنو النوع بالبركسيون، بلاش يحبوا الطراز القديم، يحبوا السخون، يحبوا ساعات فما ناس تحب حاجات اللي هي ما فيهاش حتى ميزان. مثلا المرأة اللي قالت لي نحب على حزب لطيف، معناتها ظاهر عندها احساس كبير ياسر اني تحب حزب لطيف وذكر ربي في ليالي كيما هذه. عرض هيام هو يعني كونسيبت آخر مختلف، نمط صوفي الحقيقة متضلع فيه سيد أحمد جلمام، أنا رأى فيه تطوير وتحديث للمشهد الصوفي. يعني سيد أحمد هو نقوله نحن هو سفير الأغنية التونسية إلى عديد دول العالم العربي وغير العربي. تبارك الله سيد أحمد، يعني تبارك الله من غير مبالغة، يعني دارت تقريبا يعني أغلبية دول العالم، فهمتني، الغربي والعربي إلى غير ذلك، وأعطى صورة طيبة على تونس وعلى إنشاد الصوفي في تونس. يا سيد يا صاحب الجاه، يا سيد يا صاحب الجاه، يا صاحب رسول الله، يا سيد محمد رسول الله. المجموعة هي تراحة عرض هيام، أنا هيام معناتها أهيم في بحر ربي سبحانه وتعالى وبحر الرسول عليه الصلاة والسلام. هيام ذي أول ما بديت به بديت به بثلاثين، بعد ولا 33، وتو ماشي ونزيد ماذا بيه نعمل لك الليرونجي، معناتها خاطر عندي فيها عندي فيه معناتها خدمة أخرى، فهمت، خدمة يونيفرسال وكل صحيح بالضبط، وباش نعمل حاجات يونيفرسال ديجا حاضرة هي عندي أنا، وسمعتوها في الابتئالات على الوطنية الأولى وكل شيء، ديجا عملت منها شوية، دونك باش يولي يمكن ما بين 50-60، وحاجة بها فيها الطرب، فيها الإنشاد، فيها الروحانية برشا. أنا الحقيقة ديما نخير البداية بحزب اللطيف ونوفى بحزب اللطيف اللي هو أدعية، قل تعالى وندعو إلى الله نبتهل إلى الله، معناتها نحب البداية كيكة وتوفى كيكة، لأنه ديما ما ننساوش أن الهدف متاعنا أنه روحاني،
الهدف متاعنا باش نهزوا مشاعر الناس الى ما هو ابعد من الدنيا وابعد من الحاجات اللي راهو فيها يوميا وكريت مع ضغط الحياه وكل شيء. الانسان كيعيش مع ربي مع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم والرساله والسيره النبويه والاذكار الاولياء والصالحين وكل نورت الليله. كانت سهره تغذينا فيها روحيا وارتحنا ضمائرنا ارتاح شويه مش خشيه. الحياه فهم الحياه فهم زهرة الحياة.